الرئيس السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية نشرتها الجريدة الرسمية اليوم. القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومتوسطة على القاهرة غدا. الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 قرارات جمهورية نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، وشملت القرارات الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين مع بيلاروسيا، والموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين البلدين. وتضمنت القرارات الموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، والموافقة على الخطاب المتبادل بين مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بشأن تقديم الوكالة منحة قدرها 150 ألف يورو لتمويل دعم المركز القومي للدراسات القضائية. كما أصدر الرئيس قرارا بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بوادي النطرون لصالح محافظة البحيرة. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود فجر واحد الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وتضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الاستعداد القتالي. ونفذ المشروع باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية المايلز لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المقاتلة والمعاونة المشاركة. وشدد الفريق محمد فريد على أهمية الارتقاء بالمستوى الفكري والتكتيكي للفرد المقاتل وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب. افتتحت القوات المسلحة المرحلة الأولى لقرية الجوفة النموذجية، والتي تعد بمثابة نواة لتجمع حضاري متكامل بوسط سيناء بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وجهاز تنمية وتعمير سيناء وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. المزيد في سياق التقرير التالي. افتتحت القوات المسلحة الأسبقية الأولى لقرية الجوفة النموذجية، والتي تعد بمثابة نواة لتجمع حضاري متكامل بوسط سيناء بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وجهاز تنمية وتعمير سيناء وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، حيث قام قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومحافظ شمال سيناء بافتتاح المرحلة الأولى من القرية، والتي تضم 30 منزلا بدويا نموذجيا تم تزويدها بمتطلبات الإعاشة المتكاملة من الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية وتجهيز القرية بكافة المرافق والخدمات. يتضمن المشروع إنشاء 100 منزل بدوي على مرحلتين بواقع 30 منزلا كمرحلة أولى و70 منزلا بدويا كمرحلة ثانية، كل منزل بمساحة 200 متر مربع. كذلك الانتهاء من توسعة مضيفة الجدي لتكون بمساحة 250 مترا مربعا. وقام قائد قوات شرق القناة ومحافظ شمال سيناء بتسليم عقود المنازل الجديدة إلى عدد من المستحقين. واستعرض قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب جانبا من جهود القوات المسلحة نحو المضي قدما في مجال التنمية بشبه جزيرة سيناء، بجانب مواجهة تحديات الإرهاب بتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات. فيما أشاد محافظ شمال سيناء بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من هذه المشروعات التنموية والخدمية. حضر مراسم الافتتاح عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل محافظة شمال سيناء. ومن أخبار الأرصاد الجوية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار على أنحاء متفرقة بالجمهورية غدا، وتكون غزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري ومتوسطة الشدة على القاهرة وسيناء وشمال الصعيد، خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتي حلايب وشلاتين. انتهى موجز الثالثة عصرا من تلفزيون النهار، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.